ولتحديد هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية قحطان الخفاجي. مرحبا بكم أستاذ قحطان. بداية، تتوالى الانسحابات من قائمة حيدر العبادي ومن تحالفه، برأيكم ما السبب الحقيقي لهذا الانهيار السريع لتحالفه الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بكم بالقناة والمشاهدين الكرام. حقيقة ذاك يعلق من سبب، بدءا العجلة وعدم التروي وعدم وجود رؤية أساسا استراتيجية عند أي من الأحزاب السياسية، هذا واحد. اثنين، تغليب الشخصنة في كل المسائل ومقدار المكاسب المتأتية الشخصية من انتخابات والمحافظة من البدء هي التي تكون دائما في الغالب أسباب التراجعات. ثم ناهيك عن موضوع التدخلات الإقليمية، لأن إيران أدركت أن هذا الترتيب ظهر أول مرة لا يخدمها، لذلك أشارت إلى أتباعها بالانسحاب. العبادي قال إن هناك من حاول إفشال هذا التحالف منذ اللحظة الأولى له، من يقصد العبادي بهذا التصريح برأيكم؟ أكيد بالتأكيد، الآن الساحة معروفة أنه المالكي هو الند الأساسي للعبادي، وبالتالي أتوقع هذا الذي يقصده هو هذا، يعني حسب كمتابعين يعني متابع هذا الموضوع. ولكن مع هذا وذاك نقول أن الطرفان لن يدخر جهدا للاستحواذ على المكاسب الآتية، وبالتالي ستذهب العراق أساسا هو الضحية الأساسية لكل ما سيصلون إليه وكل ما يتفقون عليه. رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بحسب صحيفة حياة اللندنية يقترح حكومة طوارئ في حال تأجيل الانتخابات، وتحالف القوى من جانبه يطالب بتأجيل الانتخابات. برأيكم هل هذا الأمر ممكن؟ هل الانتخابات يمكن أن تؤجل بوضع كهذا اليوم في العراق؟ هو أساسا ليس اقتراح حقيقة الأمر، وليس أيضا بالمقابل هناك يجب الدستور فقرة تسمح بالتأجيل، ولكن هناك في الدستور اتصور المادة 120 وسواها تذهب باتجاه تعديل، ولأن التعديل غير ممكن بالتأكيد بيكون حاضر أكثر من سبب، فإن عملية التأجيل لن تكون اتخاذ قرار. ولكن إذا ما تأخرت الانتخابات في أي سبب كان سيكون الأمر حتما واللجوء إلى حكومة طوارئ وإنهاء وجود البرلمان من التشريعي، ويصبح الأمر كله في يد عبادي، وتوقع هو هذا الذي سيتحقق لأنه يوفر فرصة أفضل لعبادي ولأمريكا على حد سواء. هناك تصريح لنائبة عن ائتلاف المالكي وهي هدى سجاد يناقض مبدأ السيادة في العراق، حيث قالت إن إيران حريصة على ما أسمته بضبط الأحزاب الشيعية في العراق. ما المقصود بمفردة ضبط، وإلى أي مدى إيران تسيطر على المشهد السياسي في العراق؟ يعني كأي متابع بسيط للأحزاب يرى ويتابع أن الكثير من رموز الأحزاب السياسية في العراق قالوا صار عبارة أنهم تابعين لإيران، وإذا ما حصل حربا بين العراق وبين إيران سيكون إلى جانب إيران. يدعى ذلك تصريحات أيضا واضحة من قبل الجانب الإيراني في الموضوع. أتوقع وتأكيد على أن هذه الأحزاب التي أو غالبية الأحزاب التي تنتمي لهذا المذهب هي مرتبطة بإيران ارتباطا بشكل أو بآخر، وبالتالي هذا يؤكد على أن إيران هي ما زالت المسيطرة. وهذا هو رسالة إلى أكثر من الأحزاب العراقية الداخلية، فهي رسالة إلى أطراف الدولية، أمريكا المد الذي هو الآن بصدد معركة جديدة أو صراع جديد بين إيران وبين أمريكا، سيكون العراق بالتأكيد هو الساحة لها. إذا ما عدنا إلى التصريحات السابقة واستمعنا إلى قادة الحشد حيث أكدوا أن منصب رئيس الوزراء في العراق سيكون من حصتها، اليوم بعد أن تفسخ تحالف العبادي وترك وحيدا في الساحة الانتخابية، هل يعني هذا أن ميليشيا الحشد ماضية بالزج بأحد قادتها لقيادة رئاسة الحكومة المقبلة؟ أتوقع هكذا يرغبون حقيقة الأمر. لماذا ليس لهذه الاحزاب بحد ذاتها؟ لقد هي رغبه ايرانيه، كما بالمقابل رغبه امريكيه لان يكون عبادي هو ذا قمه السلطه، وذلك لان الصراع كما قلت قبل قليل بين ايران وبين امريكا سيكون في العراق، ولا بد ان كل طرف يسعى لان يجعل من اتباعه في صداره المشهد العراقي السياسي. لذلك انا اؤكد الان، وانا اول من تنبأت بان الانتخابات ستؤجل، أنها ستؤجل لأنها رغبة أمريكية رقم واحد، وحتى ستكون رغبة لعبادي، وأن الطرفان أكد على إقامتها في الوقت المحدد،
ولكن التأجيل يجعل فرصة أوسع لهما ليحتكموا أو يتحكموا بمجريات الأمور. من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.